السلام عليكم.
لان كنحتاج هاد البوش وكنحتاج مجموعه الفواكه اللي متوفره عندي في الدار. نتوما اختاروا اي فاكهه متوفره عندكم. من بعد ما خرجنا قلب الشوكولا من الثلاجه كنحاولوا نزولوه برفق كما كتشوفوا هنا، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. يعني يمكن لكم تحضروه في اعياد الميلاد، كذلك في العرضات ديال الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. هنا تمسح لي المقطع فاش كنت كنوزع الكريمه في قالب الشوكولا. المهم هناك من بعد ما وزعت الكريمه كنحاول نوزع كذلك الفواكه اللي كاينين عندي. انا درت هنا الفريز، فرومبواز، مانغ. نتوما يمكن لكم ديروا اي فاكهه متوفره عندكم كما قلت لكم من قبل. كذلك يمكن لكم تضيفوا المكسرات. وهذا هو الديسير اللي حضرت معكم اليوم، قلب الشوكولا بالفواكه اللي كيجي لذيذ بزاف واللي كتحضر في مدة قصيرة. مكونات جد اقتصادية، كنتمنى انكم تجربوا